في كتير ناس اتبعت نظام الكيتو، كتير ناس استفادت، بس المشكلة بعد ما تركت النظام الكيتو رجعت سمنت. خلونا نعرف أكثر عن نظام الكيتو من دكتور عزيز إبراهيم. يلا بينا. هلا بفقرة التغذية ببرنامج يلا بينا رح نحكي مع دكتور عزيز إبراهيم مع موضوع كتير كتير مهم. طبعا دكتور عزيز إبراهيم هو دكتور تغذية العلاجية، مشان هيك رح يحكي لنا بشكل مفصل عن موضوع الكيتو دايت. يا ترى الكيتو دايت هو نظام غذائي منيح أو لا؟ لأنه في ناس كتير ضايعة بين أنه إيه أو لا. إلا دكتور أهلا دكتور. كيفك؟ هلا للصراحة الكيتو دايت هي الحمية بلشت بأوائل القرن ال 19، كان في عندنا مجموعة من الأطفال مصابين بمرض الصرع، فأول ما جربوا هي الحمية جربوها على هي الأطفال، لأنه المراكز الحساسة بالدماغ اللي مسؤولة عن نوبات الصرع اللي بتصير بشكل متكرر تغذية الأساسية من الجلوكوز، فإجوا منعوا الجلوكوز وعلوا الدسم مشان يشوفوا شو النتيجة، شافوا إنه قلت نوبات الصرع بأكثر من 50%، تمام؟ وحتى في بعض الأشخاص بعد ما وقفوا الدايت تبع الكيتو نهائيا ضلت قال لي عندهم هي النوبات. هلا الشغله اللي شافوها لما كانوا عم يطبقوا هي الحميه انه الاطفال اللي كانوا عم يعملوا الكيتو نزل وزنهم، فبلشت القصه تصير ترند انه نحن فينا نعمل كيتو دايت مشان ننزل وزننا، وهذا الشيء اللي هلا نحن عم نحكي اللي رح نحكي فيه اساسا. مبدا الكيتو الاساسي انه انا اليوم علي كثير نسبه الدهون، تمام، خلي نسبه البروتين هي ضمن الحد الطبيعي، وقلل نسبه الكربوهيدرات او النشويات لاقل من 5 غرام، من حيث انه انا اليوم لما بتقل نسبه هذا السكر فسكر الدم عندي بينخفض، فالجسم بده مصدر سريع للطاقه، فبيحول الدهون اللي انا مكتظه باجسامي ل احماض دسمه بعدين اجسام كيتونيه، لهيك نحن بنقول كيتو دايت. هي الاجسام الكيتونيه هي اللي بتعطي الطاقه للجسم. هلا هون في شيء هن فاتن او راح عن بالهم الاشخاص العاديين انه نحن اعضاء جسمنا كلها بتشتغل على الجلوكوز، في عضوين او 3 اعضاء اللي هن الاعصاب، الدماغ، الكلى، بيشتغلوا على الجلوكوز بشكل جدا اساسي او بشكل جدا قوي. يعني الجلوكوز يعني السكر الدم اللي هو سكر الدم اللي بيجينا اساسا من النشويات. فحتى مع تطبيق حميه الكيتو فهن عم ياخذوا تقريبا 40% من الجلوكوز 60% من الكيتو، لهيك انا ما بقدر اطبق هي الحميه بدون وجود اخصائي تغذيه علاجيه او بوجود او لمدى طويل دكتور. يعني حتى هدول الاطفال اللي كانوا عم بيعملوا عليهم هي الحميه او عم يطبقوا عليهم هي الحميه كان في معهم فريق طبي متمرن من الممرضات وعالم عم تاخذ تحاليلهم بشكل دوري وتعمل تشيك اب على كل شيء. بس انا بشوف يعني العالم كثير عم تحب موضوع نظام الكيتو لسببين، سبب انه هو بينزل الوزن كثير بسرعه، والناس صراحه بتطبق الدايت يعني دايتات مختلفه بس ما بتستفيد مثل الكيتو، انه نحن انه جسمنا يلا انه فورا نحن عم ينزل وزننا، وشغله ثانيه انه ما بيحسوا بالجوع. فانت شو رايك دكتور بهالموضوع؟ هلا خلينا نحكي عن الشغلتين كل وحده منفصله، يعني كان السؤال كثير حلو. هلا اول شغله انه الوزن عم ينزل بسرعه فهن بينبسطوا. هلا نحن يعني نحن بالوسط او بالوسط الطبي نحن بنقول الوزن هو ما كلياته دهون، هو دهون وعضل وسوائل، تمام. فانا اليوم لما بكون عم باخذ مجموعه من النشويات كل واحد غرام من السكر بيحبس لي 3 غرامات مي على الميزان. أيوة. فانا لما بكون عم باخذ مجموعه من السكريات او مجموعه من النسويات وعم باخذ الوزن، هذا الوزن عم يبين على الميزان انه هو عالي، فلذلك انا لما قطعت النشويات نزلت مي ما نزلت دهون، هاي رقم واحد، لهيك بخلي الميزان اسرع. رقم اثنين انه العالم اللي بيطبق الكيتو بتبتعد عن كل النشويات، ومن بين هدول النشويات الحلويات اللي هن الكيك، الايس كريم، اللي بيحب الشوكولاتة كثير فطبيعي تنزل السعرات الحراريه، فبالتالي كمان هذا الشيء بيؤدي للوزن بسرعه. ثالث شيء ممكن يكون نسبه كثير من هذا الوزن غير انه مي، ممكن يكون في كتله عضليه عم بتضيع مني، لانه في عالم لما بتبلش بتكون محروقه، يعني حكيتي انت نقطه كثير مهمه انه بينزل الوزن بسرعه، فاغلب اللي بيروح للكيتو بده ينزل وزنه بسرعه، فممكن يكون عم بيعمل نشاط رياضي جدا عالي، والنشاط الرياضي جدا عالي مع هي النسبه من الكربوهيدرات القليله والدهون العاليه ممكن تخسرني كتله عضليه، صح. فما دائما مؤشر شيء ايجابي، الميزان يعني شيء ايجابي. هلا النقطه الثانيه اللي حكيتي فيها واللي كثير حلوه كمان انه طب بس اوكي بس هن عم يحسوا بالشبع لانه عم ياكلوا الشيء اللي بدهم اياه. هلا بالكيتو حتى باي نظام نحن ما بنقدر ننسى تاثير السعرات الحراريه، فنحن ما فينا نقول انه هن رح يقدروا ياكلوا كل شيء بدهم اياه اذا كان بده ينجح النظام، لانه في حد ادنى من السعرات الحراريه او حد اعلى سوري من السعرات الحراريه، اذا تجاوزوا هو ما رح يصير في عندي نزول بالوزن حتى لو كان يعني كيتو. يعني انت برايك مثلا اي صبيه عم تعمل كيتو دايت قد ايه لازم يكون
يعني بشكل يعني تقريبي يعني الكالوريز اللي السعرات الحراريه. نحن هلا دائما بنقول بشكل متوسط السيدات بيحتاجوا بين 1500 وال 1800 سعره حراريه، هذا اذا ما كنا عم نحكي عن الحوامل بالاشهر السته الاخيره، بينما الذكور بيحتاجوا بين 1800 ل 2200، هون بيدخل عامل النشاط الفيزيائي. نرجع هلا للفكره انه اذا هن عم يتجاوزوا هي السعرات الحراريه فانا بالتالي ما حيصير في عندي استفاده، ما حيصير في عندي نزول بالوزن، وغير هيك اذا عم يحسوا بالشبع فهن لازم ينتبهوا كمان من مصدر الدهون، يعني انا اوكي اذا صار وعملت كيتو، مع انه يمكن بتوقع انك فهمتي من كلامي صار عندك باك جراوند انه انا ما كثير بشجع موضوع الكيتو دايت، ولكن اذا اصروا انه يعملوا كيتو بدهم ينتبهوا من وين هن عم ياخذوا الدهون، يعني انا ما بصير طول الوقت اخذ السمن النباتي، ما بصير طول الوقت اخذ الدهون المانا صحيه، لانه هذا الشيء ممكن ياثر على البلوت بروفايل تبعي كلياته، تحاليل الدم من كان كوليسترول او شحوم ثلاثيه او الى اخره. هلا انا بصراحه بسمع في كثير عالم وعملت كيتو دايت لفترات طويله، يعني 4-5 شهور 6 شهور استمرت عليها، صار في عندها وعملوا يعني وعملوا تيست للدم فطلع عندها شحوم ثلاثيه على الاعضاء الداخليه، مش انه هن كشكل كدهون خارجيه ضعفوا بالوزن، بس صار عندهم دهون يعني مثلا بال على الكبد على القلب. فيا ترى ممكن يكون لها علاقه بالكيتو دايت؟ انا برايي طبعا لها علاقه باليه تطبيق الغلط للكيتو دايت، لانه برجع بقول لك الكيتو لما نعمل تحت اشراف اطباء ولحاله معينه، فانا ما بقدر اتصرح عنه كحميه لكل الاشخاص، ما بقدر بعتبره ابدا حميه لكل الاشخاص، لانه بده عده نقط، بدك تعرفي انت الشخص اللي بده يساوي، اذا كان مريض كليه فانا ما بقدر بعطيه كيتو، اذا كان مريض كبد لازم راقبه وهو عم يعمل الكيتو، اذا كان عندي مرض بالغده ما بصير يعمل الكيتو، اذا كان عم ياخذ مجموعه معينه من الادويه او من العلاجات الدوائيه، اذا عنده اضطرابات بالطعام، اذا عنده مشاكل بالجهاز الهضمي، فنحن صرنا عم نحكي عن شريحه واسعه من المجتمع طبعا. فلذلك انا فكره انه انا بعمل الدايت اللي عملته رفيقتي او انا بعمل الدايت اللي عمله مثلا فلان الفلاني، بتعرفي انت احيانا نجوم هوليود لحالهم بيسوقوا لحميات كثير كبيره، لازم انا اعرف اذا انا بقدر اطبق هذا النظام، واذا صار وطبقته لازم التزم بالحد الادنى من المقومات، مثل اني ما اخذ دهون غير مشبعه، اخذ عدد سعرات حراريه معينه تكون ضمن المقبول، تابع مع اخصائي تغذيه واعمل تحاليل دوريه طبعا. والاهم انه نعرف كيف نطلع منه صحيح، يعني هذا كثير ضروري، لانه انا كثير في صبايا قالوا انه بعد ما وقفوا الكيتو دايت ورجعوا لحياتهم الطبيعيه بشكل عادي صار عندهم سيلوليت بجسمهم كثير بمناطق ما كانت ظاهره قبل، بعد ما تركوا الكيتو صار في ظهور للسيلوليت، وشغله ثانيه اللي هن ضايقتهم كثير مثل ما نزل وزنهم بسرعه هن رجعوا استعادوا وزنهم بسرعه تمام. فلذلك نحن اول شيء لازم نطلع منه بطريقه تدريجيه. الفكره وين؟ الفكره اي نظام ما بتقدري تاخذيه لنظام حياه كامله هو نظام مانو صح تمام. انا اليوم كشخص بيولوجيا بحاجه ل 55% من النشويات، 15-20% من البروتين، 30-35% من الدهون، هذا بنيه الانسان. فانا اليوم كيف بدي اطبق كيتو هو عكس انا بنيتي وعكس حيويتي وعكس احتياجاتي تمام. نرجع للنقطه انه انا كيف بطلع، لازم اطلع تدريجيا، مو بكون عم باخذ اقل من 5 غرامات من الكربوهيدرات وفجاه ارجع اخذ الكارب بطريقه عاليه. ليش رجعوا سمنوا بسرعه وليش صار عندهم سمنوليت؟ لانه تطبيقهم اساسا كان فيه خطا. اول شيء بيكونوا خسروا كتله عضليه. هلا انا اليوم لما بيكون هذا الجسم عندي اياه مشدود بهي الطريقه وبيجي بينزل كتله من العضل فبده يضل محل العضل فاضي فبده يصير في عندي هذا الترهل، والمشكله السايكل السيئه اللي بيفوت فيها الشخص انه نزل عضل بدل ما ينزل دهون، ولكن محل العضل بيرجع شو بيعمر؟ بيعمر دهون. فانا بكون فتت بدائره سيئه للاسف. شكرا كثير دكتور. هلا في شيء بدك تضيف عن الكيتو؟ هلا انا بس بدي اقول شغله مهمه للاشخاص اللي قرروا انه يعملوا كيتو وعم يتابعوا مع اخصائي التغذيه، انا بس حابب اوجه لهم شويه ملاحظات. اول شيء انه بدنا ننتبه من موضوع الامساك، لانه اغلب العالم اللي بيعملوا كيتو حتى لو كان مزبوط، هون صرنا عم نحكي بالكيتو المزبوط والمتابعه مع اخصائي التغذيه والقرار خلص اخذ. فانا بدي انتبه من موضوع الامساك، لانه لازم اشرب كميات وافره من المي، لازم اعتمد شوي حتى هدول الخمس غرامات او العشر غرامات من الكربوهيدرات حاول ادخل فيهم خضار مشان ما يصير عندي امساك. دائما نحن لما بنقطع النشويات هي القطعه الكثير كبيره بنخاف من مجموعه الفيتامينات اللي هي البي والبي كومبلكس، فانا لازم اخذهم بشكل متواتر مشان ما يصير في عندي نقص بواحد من بيناتهم. في نوع من الانواع الكيتو، اذا كنت عم تمارس رياضه وعم تبني كتله عضليه اسمه الكيتو المستهدف، ف
فانا هون بقدر بدخل شوية كربوهيدرات لما بكون عم بعمل بناء كتلة عضلية مشان حفز هرمون الانسولين ليدخل لي البروتين للعضلة واستفاد 100%. شكرا كثير دكتور، شكرا لهي المعلومات الحلوة.